صلى الله على سيدي أحشائه
والله 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 ما أجرى الدم من مقلتي إلا الحسين إلا الحسين مغسلا بدمائه. والله ما أجرى الدم من مقلتي إلا الحسين مغسلا بدمائه. أبكي إليه أم لليتامى أم للجواد أنوح أم لنسائه؟ أم أسكب الدمع المصون لفتيتي تركوا الدنيا والطيبات لفدائه؟ يا عين سحي للغريب، يا عين ابكي للغريب، والله لأحيين الليالي بنعائه. والمهر يلثم نحره عار السرج في بيدائه. ماذا يقول يا شيعة يا غيارى؟ قتل الحسين قتل الحسين وهتكت. ماذا هتك للحسين؟ وهتكت نسوته. هذا شاعر. الثاني شي يقول عبد المنعم الفردوسي، يقول ها هنا ها هنا ها هنا مولد العواطف، هذا مجلس الوجد والأسى والرثاء. ها هنا معرض الشجون، السماء من شهيق من ندبة من بكاء. شوف عظم هذا البيت اللي يخصك ويخص شهداء الطف. ها هنا ها هنا مصرع القلوب حنين يلتقي في مصارع الشهداء. ها هنا يا غيارى، ها هنا موكب النبوة الضجت. لماذا يا شيخ منعم؟ ها هنا موكب النبوة ضجت، من هنا جوا كرائم الزهراء. خو
خويا يا حسين يا حسين يا مقبرك لفين خويا لفين وحسبنا يا خويا ضيوف جينا تقعد وشوف الصار بينا والعين يا عزنا ولينا ما لح صبيها من حجينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. ليلة العشرين من صفر ليلة لبوة بني هاشم عقيلة الطالبين زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. وعنون بحثي في هذه الليلة بعنوان زينب تحاكم الدولة الأموية وتسقطها. زينب تثأر لجدها محمد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. صل على محمد. زينب تثأر لعلي المرتضى. زينب تثبت حق الزهراء. زينب تقف بشجاعة وبطولة تأخذ حق المجتبى المظلوم. زينب ترفع لواء أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في أعظم نهضة رسالية مرت على التاريخ. زينب تسقط جميع القيادات السياسية وتوبخ كل القيادات المنحرفة التي مرت عبر تاريخ الانحراف. زينب تظهر بالجمال العقائدي، تظهر كما نقرأ في الزيارة لسانها شكور قلبها صبور. زينب تقف في كم من المواقف، أولها الرسالة المحمدية. الرسالة المحمدية لها فصلين، فصلها الأول محورها الأول دعوة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من أجل تغيير المجتمع وفق الرسالة الإلهية التي جاء بها ودستورها القرآن الكريم وسنته. مرحلة نضال، كفاح، آلام، مآسي، تشريد، 23 عام قدم الحبيب المصطفى محمد أجمل وأروع وأقدس وأكمل رسالة على وجه البسيطة. هذه المرحلة يتصور البعض أن النتائج الكلية قد تحققت في الرسالة، لا، جاءت مرحلة أخرى هي التي قتلت الحسين وهي التي قتلت الحسن وهي التي دمرت المسلمين، وهي مرحلة القاعدين، مرحلة الطلقاء وأبناء الطلقاء، مرحلة المنافقين، مرحلة دخول
أبا سفيان ومعاوية وآل الأشعث وبيت الزبيريين وآل الحكم وآل مروه، البيوتات العثالات في التاريخ دخلت بعنوان المسلمين سيدي، دخلت بعنوان تشهد الشهادتين، دخلت بعنوان المصلحة الإسلامية. هذه المرحلة هي التي أدت بالنتائج السلبية على المسلمين، وما ظهور الطوائف والمؤسسات الدينية المنحرفة في العصر الراهن إلا من هؤلاء. وقف النبي بوثيقة معاذ بن جبل، وهي وثيقة مبكية لأنها أبكت عيني رسول الله، وهو يتحدث لمعاذ قال: يا معاذ، لقد أوتيت جوامع الكلم، أعرف كل ما يجري في هذا الوجود ويجري إلى قيام الساعة. معاذ يقول: أنا أكتب حادثة الأولى الثانية الثالثة. وقف على الحادثة الخامسة قال: يا معاذ، يزيد، ألا لعنة الله على يزيد. معاذ يزيد، ألا لعنة الله على يزيد، إنه يقتل ولد الحسين، يقتل الخلف وخلف الخلف. يزيد ثم بكى واستعبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحذر الأمة من يزيد. هذه الوثيقة تسألني من ينقلها؟ هذا مهم، هذا جدا مهم، يجب أن تتساءل من ينقلها. ألد أعداء الشيعة اللي يسب ويشتم في الشيعة المتقي الهندي في كنز العمال، بيهقي بن عساكر بن حجر العسقلاني، كل من كتب في الحسين صلوات الله وسلامه عليه روى ونقل هذه الحادثة، نقل أن النبي حذر من يزيد، حذر من بني أمية، وحذر من هذه الحكومة. يأتون كتاب آخر الزمان، حسن الوشة وعبد المنعم وما أعرف شيء، فد نوعيات أموية، تجي تكتب يقولون المشكلة أنه يزيد ترى أمير المؤمنين، لأن أكو خطأ عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ترك فجوة في الأمة. شنو الفجوة في الأمة؟ ما قال إنه من بعدي يتولى الخلافة والأمر والحكم. فإجا معاوية ابن أبي سفيان حل المشكلة، حل الفراغ. شلون حل الفراغ؟ إجا نصر ابنه يزيد شنو حاكما على المسلمين، وإجوا من بعد حكومة، من بعد حكومة. يدعي البحث العلمي، يدعي الأكاديمية، يدعي الأخلاق. كثر هؤلاء في الساحة وكأنهم لم يقرأوا قول ابن رشد، هذا الفيلسوف العظيم، يقول: وإن فساد يزيد ابن معاوية قد وصل الأندلس. وكأنه لم يقرأ قول سعيد ابن عثمان ابن عفان، يقول: إن يزيد بن معاوية تارك للصلاة، شارب للخمر، تربى عند أخواله عند الكلبيين، تربى هناك، تربى على الكلاب والقرود وشرب الخمور. وكأنه لم يقرأ اعتراضات عبد الله بن حنظل غسيل الملائكة وما جرى في المدينة، تصريح عد مؤرخينك، كيف فاتك؟ وين عقلك؟ وين مخك؟ وين تفكيرك؟ شنو الأسباب اللي دفعتك؟ الآن تتضح بمحكمة زينب. قال: رجل شارب الخمر، يلاعب الكلاب والقرود، تارك للصلاة. معاوية يعترف، معاوية دخل عليه أبو بكرة أو بكرة خادم النبي
صلى الله عليه وآله وسلم، قال: السلام عليك يا معاوية. قال: لما لم تسلم علي بإمرة المؤمنين؟ قال: لقد سمعت الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه أو فابقروا بطنه. ثم نظر، سمع شنو هذا؟ سمع شيء، القيعان والعيدان وحركات له. نظر وإذا مجلس في داخل قصر الأمة الإسلامية، اللي يدعون، اللي يقولون، اللي يوثقون معاوية خير، معاوية ولي أمر المسلمين أي ولي أمر الفاسقين، ينظر إلى هذه الطنابير والعيدان والقرود والكلاب، هاي كلها الموجودة. وانت تدعي الإيمان، حل المشكلة. كيف حل المشكلة؟ قال له: يا يزيد، تمسك بالنهار بالفضيلة وفي الليل باللهو. حل المشكلة. أعظم وثيقة بعد منها حينما جاء ليأخذ البيعة ليزيد ابن معاوية في المدينة، الحسين جالس، القوم همود همود، ما حد يتحدث. ضاعت القيم، ضاعت المبادئ، ضاع كلش. انت تدري اكو فد مسألة اوضح لك اياها؟ تدري دنيانا شنو سبب ضياعها؟ الاراضي والاموال والمناصب، ضمن الثلاثة. بني أمية دمروا الدنيا واقترفوا الجرائم بهذه النقاط الثلاث: أموال، أراضي، جرائم. اطلع، اتبع المحدثين، شوفوا اللي رووا: الأدك ابن الأثير، الطبري، الطبراني، فلان فلان، كلهم مر عليهم. سبب خنوع الأصحاب والتابعين والذين أراضي، فلوس، سلطات. ضمن ثلاثة. الرابعة شنو؟ النزوة، الرغبة. نزوة بيتي، أهلي، ناسي، عشيرتي، ملكي. بينما أعظم من ذلك الملك عند الله عز وجل الدفاع عن عرض آل محمد والوقوف على المبدأ العقائدي الحقيقي وموالاتهم والتضحية لما دونهم. ما ندري مولاي إذا خرج غدا سيف الحجة ابن الحسن، لا ندري. فعلينا مراجعة شنو أنفسنا. حينما جاء ليأخذ البيعة وقف له فقط أبو عبد الله، قال: كأنك توصف محجوبا ومستورا. كأنك توصف فد واحد كله بالفضائل، محجوبا ومستورا عن المسلمين. توصف إن يزيد القائد، يزيد المتدين، يزيد المؤمن، مثل ربعنا هسه في الوقت الراهن، من يسوي له دعوة سياسية بأدبياته: فلان التقي، وفلان الخير، وفلان العالم، وفلان ابن فلان. وكأنه الدعوة أسسها معاوية، نجح فيها. يجب أن تستأصل من على منابر المسلمين، يجب أن يتحدث بها الحسينيون، يجب أن نكافح ونناضل ضد هذا الفكر الأموي الذي دب فينا. وأول ما يستأصل من نفوسنا نحن. قال له: كأنك تصف محجوبا ومستورا. يزيد الفاسق الذي يسابق القرود ويسابق، ذكر له أبو عبد الله، ما أريد أطيل، موقف وموقف وموقف، حتى فضح معاوية ولم يأخذ البيعة من سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذا النظام تركز، قوت ركائزه، ما بقي في الدنيا وفي النهضة وفي الرسالة شيئا إلا وحرف. شلون راح أجيب لك وثائق من خطبة زينب شلون الإذان للجريمة؟ النهضة المكملة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أكمل تلك النهضة؟ كيف؟ بأي طريقة؟ هل كانت بأوراق، بصحافة؟ كانت بإعلاميات؟ كانت بتوزيع ورقات على الناس؟ كانت بإعطاء الطعام؟ كانت في قضية
الإخراج السينمائي بالسيديات بالكلام الكذب كانت بقيمة ومبدأ وعقيدة سفك دم الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقطع رأسه وحمله إلى الشام. الضريبة ضريبة سيد الشهداء بعد. والضريبة الأخرى أكبر ضريبة إخراج زينب وبنات الحسين ويتام الحسين شرط اشترطه يزيد ابن معاوية: اقتلوا الحسين، اقطعوا رؤوسهم، رضوا أجسادهم، احرقوا خيامهم، اسبوا نساءهم، واتوا بهم إلى الكوفة، من الكوفة إلى الشام، إلى أن يصلون إلى القصر الأموي. انتهت الفصل لهذا الحد، قتل الحسين، حملت الرؤوس، دخلت زينب. أول منطق، منطق الأمة وزينب، المحور الأول زينب والأمة المنحرفة، زينب والأمة الغامضة، زينب والأمة المداهمة، زينب وأمة سلب منها الشرف والغيرة. وقفت رفعت يدها أمام المتفرجين، أمام الجمهور، أعيادهم وطبولهم ونزواتهم ورغباتهم، وتجيش يزيد الإعلامي وبني أمية كلها جيشت لاستقبال السبايا. ما فعلت شيء، هكذا يقول المؤرخون، فقط رفعت يدها، هدأت الأنفاس وسكنت شنو الأجراس. تعرف ايش قالت لهم؟ قالت لهم كم من العبائر، لكن أفضل عبارة اللي تفيدنا هاي: وأنكم كصفحة على ملحودة. تعرفها يعني شنو معناها؟ أنتم قبور، أبدانكم كالقبور، فيها جثث هامدة، أمة مسلوبة الغيرة، مسلوبة المبدأ. ويحكم، أما تعلمون إننا أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ مثل الإنسان في بعض الحالات يتحول إلى قبر، وروحه ونفسه وقلبه جثة هامدة لا تتحرك. إذا نظر الإنسان لنفسه، لصورته بهذا الشكل، فليعتقد أنه هو مسلوب الغيرة، مسلوب الغيرة، الغيرة العقائدية، مسلوب الشرف، الشرف العقائدي، لا يمتلك قيمة، لا يمتلك مبادئ. فقط هذا الموقف الأول، زينب تواجه الأمة، سببت انقلاب في الفكر الاجتماعي وغيرت مفردات الأمة. من طالب بها؟ بدو الحديث، مفتاح البحث. من دافع عن تلك الأمة التي رفع لوائها الحبيب المصطفى؟ زينب. جيء بها إلى مجلس عبيد الله بن زياد، وكان يتخيل، يتصور أن القوة والسلطة هذه مسألة ستبقى قائمة مستمرة. قالت له: ثكلتك أمك يا ابن مرجان، أنت ومن معك. وردت عليه ببيان سياسي سحقت فيه القيادة وكل ما كان يظهر منه أمامه: ثكلتك أمك يا ابن مرجان، أعلمت من خصيمك يوم القيامة؟ الله ورسوله. سكت، سيرها إلى مجلس يزيد ابن معاوية. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. مجلس يزيد، وما أدراك يا ما يزيد؟ تعريفها حكومة سياسية قائمة متمثلة بجريمة، قيادات، مفكرين، علماء، عسكر، جيش، كلكم واصلين للمسجد الأموي، كلكم داخلين لزيارة يحيى وزكريا أنبياء الله. هنالك بقعة، مربع موجود، مجلس السبايا، هنا يقعدون، يذهبون شيعة زينب، يجلسون يتبركون هناك، يواسونها بالبكاء. امرأة 57 عام يعلوها التراب، قلبها متحطم، مشاعرها قد انتهت، لم يبقى لديها شيء سوى القيم، سوى الجمال العقائدي، سوى الفكر المحمدي. أول ما وقف دعا
كم من الرجال للحديث تحدث الإمام زين العابدين، تحدث فلان، إلى أن دعا للحديث زينب. توصف على لسان في الشاعر حسجة ما معناه، تقول دخلنا بين أنذاب ورجاس يهود ونصارى وناس، لما شافوا مهبط الراس قالوا هاي اخت البطل، ايدها هاي اخت البطل، هاي اخت البطل. وقفت صلوات الله وسلامه عليها ترد على يزيد ابن معاوية، اول رد ثأر محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والله يا يزيد ما سيدك على رقاب المسلمين إلا الذين سولت لهم أنفسهم خيانة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما سيدك على رقاب المسلمين إلا الذين سولت لهم أنفسهم. من الذين هم سولت أنفسهم؟ الذين يقول عنهم زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه حينما يسأله أبو حمزة الثمالي ما أجر من لعن قتلة الحسين ولعن أعداء علي ولعن، فيقول له زين العابدين إن الذي يلعن أعداء آل محمد تمحى عنه 1000 سيئة وتثبت له 1000 حسنة. ثم تقول له ألا لعنة الله على الظالمين وأنت من الظالمين. هذا واحد. وين الثأر انتقل؟ ثأره محمد المصطفى صلوات الله وسلامه. أنا أحلل لك بطريقة تختلف عن المنابر الأخرى. بعد دور علي المرتضى صلوات الله وسلامه عليه. وأما نحن فعزب الله العاملون المتقون المعروفون، وأما أنتم الطلقاء وأبناء الطلقاء والأدعياء والسفهاء. إدانة أخلاقية. وكان الحق مع أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهي القائلة في يوم رجوعها على قبر الحسين قبل الوصول لقبر الحسين: أنا ابنة علي الكرار غير الفرار. يعني أنتم سلالة جبناء، أنتم سلالة مفسدة، أنتم قمامة في التاريخ. أدانت الإدانة الثانية والإدانة الثالثة. الإدانة الثالثة إدانة تمزق القلب وتدمي القلب. أتعلم يا يزيد ماذا فعلت؟ عذرا من أبناء سلالة النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين في هذا المجلس في هذه الليلة، لكن التاريخ يقال: أعلمت ماذا فعلت يا يزيد؟ لقد هتكت ستورنا وأبديت وجوهنا. هتكت ستورنا وأبديت وجوهنا. لولا يد التاريخ الظالمة، لولا دعوى الزمان الظالم، لو كتبوا بشكل صحيح. هذا تعرف رواية شنو منين؟ اللي يعرفون بالرواية تعرف هذه الرواية منين؟ هذه رواية زينب: لقد هتكت ستورنا وأبديت وجوهنا وبدأت الناس تتفرج علينا. تتفرج على من؟ استفهام. على من تتفرج؟ على زينب، على سكينة، على رقية، على عائلة مسلم بن عقيل، على رملة، على ما تبقى. لذلك مؤرخ يصف حاله، باقر شريف القرشي رحمة الله عليه، يصف حاله يقول: وحينما اجتمعوا في خربة الشام واجتمعت الناس عليهم ينظرون إلى النساء كومة من السواد، يعني واحدة تظلل الأخرى، واحدة تغطي الأخرى ككوم من السواد. بعد محكمة أسميها محكمة زينب يوم الحشر،
محكمة زينب يوم القيامة، القيامة بتقرير زينب، المحكمة العادلة. فقالت: يا يزيد، كيف إذا كان خصيمك الله والمظلوم محمد هو صاحب الدعوة، محمد والظهير جبرائيل، والمظلومين الحسين وأصحاب الحسين والذين قتلوا مع الحسين، شلون راح يكون خصامك هنا؟ أنت أمام محكمة، المحكمة فيها الحاكم الله عز وجل، فيها صاحب الدعوة النبي، فيها الظهير الشاهد جبرائيل، المظلوم الحسين وأبناء الحسين. ماذا تقول إلى الله غدا؟ ماذا تقول؟ ماذا ترد؟ ارتج المجلس، صارت حركة انقلاب. هذا الانقلاب أدى إلى كم من التساؤلات، لذلك يقف زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، أنا أعشق هذه الخطبة، تثير أشياء كثيرة في نفس الإنسان. أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، إنما الدنيا دار زوال وانتقال، وحقك ما تأخذ من عتها بس العمل الصالح. لذلك يقول في أحد أحاديث الإمام زين العابدين، يقول: إذا كسبت أخ كسبت بيتا في الجنة، أخ يواسيك، أخ يعاضدك في المواقف، أخ يدافع عنك، قد كسبت بيتا في الجنة. أيها الناس، إنما الدنيا دار زوال وانتقال، تنتقل بكم من حال إلى حال. اليوم عدل باجو شنو؟ ميت. من حال إلى حال. شو سوت الدنيا؟ قد أفنت الأمم الماضية من قبلكم، أفنتهم أيادي الزمان واحتوتهم الأفاعي والديدان. هذا المصير، قد مزق التراب أوصالهم وأذهب ببهائهم، فهم في دار البلوى هموت، وفي عساكر الموتى شنو؟ خمود. انتهت الدولة الأموية حينما وقفت زينب، قالت: والله يا يزيد لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا. وقالت له أيضا: أما لواء أبي عبد الله، أنت تتخيل أنه انتكس ولكنه هو الغالب، انظر في هذه اللحظة أين لواء الحسين، أين مجد الحسين، أين خلود الحسين، أين خلود زينب، أين يزيد، أين آل أمية؟ ذاك الحسين بعرصته يطوف 20 مليون شخص زاحف نحو الحسين، ذاك لواء الحسين. من أوصل الناس إلى هذه الدرجة؟ محكمة زينب التي لعبت دورا أساسيا في ذلك. لن تستطيع محو ذكرنا ولا تميت وحينا، وحينا يبقى مستمر قائم. مؤرخين يقولون: وما اهتزت وما ظهر عليها كل شيء من الشجن، بعد بكل صلابة، صلابة علي، شجاعة المصطفى، ميراث الحسين، ميراث الحسن، ميراث الزهراء، قلبت كل الموازين. لذلك عجل يزيد أن يرجعوا. وين؟ أن يرجعوا إلى المدينة. صلوا على محمد وآل محمد. على محمد وآل. وحينما عجل بإرجاعهم كان يتصور وكان يتخيل إن الموضوع قد انتهى، ولكن زينب بقيت ترفع راية الحق وراية الإعلام في أعظم نهضة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك وقفت على قبر أبي عبد الله، روحي له الفداء. حينما وقفت، أول ما وقفت، هنالك شيئين يختلجان في نفس الإنسان: وقفة
وعتاب. وقفة زينب قالت له: أوفيت كما قال له أصحابه؟ أوفيت يا أبا عبد الله؟ لقد أوصيتني بالصبر فصبرت، وأوصيتني بإتمام الرسالة فأتممتها، ولقد وقفت يا حسين أمام أهل الكوفة وأقمت عليهم الحجة، ووصفتهم بهذه الأوصاف يا حسين. لقد وقفت أمام عبيد الله بن زياد وأخرجته من ملة الإسلام يا حسين. لقد وقفت أمام يزيد ابن معاوية ودحرجت كل التيجان وكل كبريائه تحت نعلي يا حسين. كل ذلك جرى، كل ذلك جرى يا أبا عبد الله، والآن وصلت إلى قبرك، لكن لم يخطر في بالي يا حسين أن أكون سبيا، ولم يخطر في بالي يا حسين أن أقيد بالحبال إلى يزيد بن معاوية، لم يخطر في بالي يا حسين أن أشتم، لم يخطر في بالي يا حسين أن أضرب، لم يخطر في بالي يا حسين أن أساق بالرماح، لم يخطر في بالي يا أبا عبد الله، ولم يخلد في بالي في يوم من الأيام أن تتفرج علي النساء والأطفال، لم يخلد في بالي يا أبا عبد الله أن أبقى وحيدة، لم يخلد في بالي يا حسين أن أجلس في خربة أدفن فيها بقيتك وديعتك رقية، لم يخلد في بالي يا أبا عبد الله أن آتي تارة أخرى إليك مدفوعة بهؤلاء اليتامى. هذا ما خطر في بالي يا حسين، هذا ما كان في بالي أبا عبد الله، لكن أنا أديت الأمانة. من الذي انتصر لمحمد؟ من الذي انتصر لعلي؟ من الذي انتصر لكم؟ من الذي أبقى لكم الرسالة؟ من الذي لك حفظ لكم خط علي بن أبي طالب؟ من الذي أسس الجمهور والقواعد الشعبية التي تحمل لافتة يا حسين يا حسين يا حسين؟ ألا تستحق زينب صرخة منا في هذه الليلة أن نصرخ صرخة في هذا المجلس واحدة، أن نقول وا زينباه، أي وا زينباه، أي وا زينباه؟ ألا تستحق زينب أن نقف ونرفع لواءها أمام كل القوى وكل المؤسسات المنحرفة، ونقول لهم: هل تملكون زينبا كزينبنا؟ هل تملكون امرأة مثل هذه المرأة عبر التاريخ؟ أنا لا أدري يا أبا عبد الله، معرفتي للمعصوم إنه يدرك كل شيء، لكن كيف استطعت، كيف استطاع قلبك أبا عبد الله أن ترى زينب وهي عائدة من الشاب مع اليتامى؟ أنا أريد أختم موقفين. الموقف الأول يذكرني بموقف آخر، يوم أحرقوا الخيام وجيئوا بالأمر لزين العابدين، فقال للنساء: فروا على وجوهكم في البيضاء. وكان شلون فرار؟ فرار باتجاهات مختلفة. أحمد وإبراهيم أبناء مسلم قتلا ورميا بالنهر، طفل لمسلم ابن عقيل حفر الأرض من العطش ووضع بطنه على برودة الأرض ومات. فاطمة الصغرى تضرب بالرماح بهذا الاتجاه. النساء شيء يلوذ بشيء آخر. هنالك جاءت زينب عليها أفضل الصلاة والسلام، كان يظن عمرو بن السعد ويظن شمر بن ذي الجوشن، وتظن هذه القيادة الفاسدة أن تهتز، لكن التزمت بوصية الحسين فوقفت على جسد أبي عبد الله بكل هدوء بكل وقار بكل عقيدة بكل شجاعة، وضعت يدها تحت جسد أبي عبد الله صارخة: اللهم تقبل منا هذا القربان. وموقف آخر يذكرني، موقف حينما نزلنا في مثل غد، حينما نزلنا من النياق ورآهن زين العابدين. هذا فرار أكثر ألم، حينما فرت النساء بأجمعها كل إلى حبيبها وكل إلى ولدها. هناك رملة جالسة تعاتب القاسم
يا ابني ليش تركتني بهالشباب وظليت وحدي؟ ها هناك ام الاكبر اش حاضن القبر وتنادي علي ابني علي ابني. هناك جالسة امرأة الصحابي الفلاني اجت ليلى تبحث عن قبر لولدها ما وجدت، اين عبد الله اين رضيعي؟ قيل له على صدر ابيه. وكل وحدة جلست على قبر وهالاشجان المؤلمة وهالعطاء والمشاعر باقوى حدها. وزينب صلوات الله وسلامه عليها بأبي هي وأمي ساعة واس رملة وساعة واس أم الأكبر وثالثة أم الرضيع ورابعة تنظر من هنا وهناك حيرة، تنظر نظرة إلى العلقمي أخرى إلى الحسين ثالثة لزين العابدين، إلى أن رفعت عشرها ضربت على رأسها صاحت وا حسينا أيوا إماما أيوا سيدا رحم الله من نادى وا زينبا أيوا مظلوما. يقول زين العابدين إمامكم سيدكم، يقول رأيت حين المجيء، هذا السيد عبد الكريم الحائري صاحب معالي الصبطين ينقلها يقول عن زين العابدين، يقول رأيت جدي محمد المصطفى جاء إلى كربلاء والتراب يعلوه وعلي المرتضى وجدتي فاطمة الزهراء. نظرت إلى جدتي فاطمة يا شيعة يا غرارة وعيناها ساهمتان إلى زينب، قالت ابنتي ابنتي. يقول اعتلى صوتها الصارخة قالت أيوا زينب. أعد 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 الغوث. رحم الله من نادى وزينب إلى عندنا جد رسول الله. وقف نظر إلى النساء، علي ينظر إلى النساء، وقفت جدتي فاطمة حيرة. شنو حيرة سيدتي فاطمة يا أم الحسن؟ شنو الحيرة؟ تنظر إلى العلقم تارة وإلى الحسين تارة، ثم قال لها أمير المؤمنين ما لك يا فاطمة؟ قالت والله يا علي لا أستطيع، فكلاهما ولدي. سعد الله قلبك يا زينب. إذن كيف دخلت على أم البنين؟ ماذا قلت لأم البنين؟ يقولون أشاحت بوجهها، قالت يا أم البنين الأربعة كلهم راحوا، هاي أم البنين اجت بظهر محني تصيح الله وين حسين ابني يا تصيح الله وين حسين ابني. أنا أرد ذكرك بخالدات خالدات قديمات، تقول هيا الوال هيا الوال هيا الوال هيا الوال علي من تنوحين ويا يريدك، تقول هيا والله البكا والنوح والحسرة على على حسين. احنا امهات اولاد حيين حيين وعن عزبنها فاطمة وين انينك وياي يا وعن عزبنها فاطمة وين. الى ان وقف زين العابدين قال عم زينب اجمع النساء بعد خلص رحيل عن الحسين وهذا اشجى الم، تقل اخويا يا خويا يا
حسين يا حسين يا حسين لو ينكشف قبرك خايا لشق اللحد وتمدد بكترك بيك بحراني بيك بحراني ترى كل أنا ها كل حسرة كل دمعة كل ما تطي في هذه الليلة زين العابدين في كامل الزيارات عن القم يقول ألا من زار الحسين فقد زار عرش الله ومن زارنا المعصوم كأنما زار رسول الله. هذا بيان الشيخ الوحيد الأخير. الأنبياء المرسلين الموالين كلها طوب بالحسين فيحتاج من عندك أن يا حسين يا حسين عن قلبي فلا تغير. أريد بعد شوية صوتك يا حسين يا حسين عن قلبي فلا تغير دوم انت بقلبه ويا قريب اخ ما تسمع بجي خيتك ولين حيل اخ من الليالي مثلك تجي خويا ترى الفقدك جرح بالقلب ما يطير ان كان عندك عبره